مانك حابب تشرب شي؟ اعمل لك شاي ولا قهوة؟ لا عادي شوي، بدي احكي معك بموضوع. بصراحة شازمة، أنا خايف كتير على شغلي هالفترة، لأنه في شركة جديدة صارت عم تشتري كل أسهم شركتي وتبيعهم لشركة تانية بسعر قليل كتير. أنت يعني أنا قصدي نحنا فينا نرجع نشتري هاي الأسهم مرة تانية وفوراً؟ بس القصة مو بهالسهولة هي، أكيد رح أضطر أدفع لهم أكتر لأرجع الأسهم تبعي، لأنه قيمة أسهمي عم تنزل هلأ. مو هون القصة، لأنه هيك شغلات خاصة بالشغل على طول بتصير. بس بصراحة أنا الآن، لأنه عدد أعدائي عم يزيد بشكل كبير، حاسس في حدا عم يغدر فيني ورح